السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو ده هنتكلم فيه على موضوع الراديولوجي. وانت كده بتبص على الراديولوجي، فانا قلت ان في عندي اربع حاجات لازم اكون عارفهم في الراديولوجي. عندي ثلاثة اكس راي، اكس راي للشيست، اكس راي للسكال من انترو بوستيرير فيو، اكس راي للسكال من لاترال فيو، وسي تي. سي تي للشيست يعني ايه؟ سي تي هنعرف يعني ايه. سي تي ده طريقة أخرى لتصوير الشيست كافيتي، لتصوير اللانجز والريبس والحاجات اللي حواليهم، بس بطريقة أكثر تفصيلا. تعالى كده نروح لأول حاجة معانا، الصورة دي كده. لو جالك أي صورة من الصور يا جماعة، لازم أول حاجة بيقولك إيه هو الليبل أو إيه نوع الإكس راي دي. تاني حاجة إيه الحاجة اللي أنا معلم عليها لو مشاور لك على حاجة. لو قالك إيه دي، تقولي بلين إكس راي. أول كلمة لازم تبدأ عليها هتقول ثلاث كلمات وأنت لو قالك نوع الإكس راي. بلين إكس راي على ايه؟ على الشيست. الاتجاه بتاعها ايه؟ بوستيرو انتيرو فيو. الثلاث حاجات دول لازم يتقالوا. جات لك الصوره دي كده، تقول لي بلين اكس راي. تاني حاجه على ايه بالظبط؟ لان انا عندي شيست وعندي سكال، فتقول لي بلين اكس راي على الشيست. شيست. طيب اتجاه الاكس راي جاي منين؟ بوسترو انتيرو فيو. بوسترو انتيرو فيو يعني الشخص جاي له الاشعه من ورا وبتتقابل على الفيلم قدام. وانا شرحت الموضوع ده في الفيديو بتاع الكارديو، لو انت ناسيه ممكن ترجع تبص عليه عشان ما نطولش الفيديو بس على الناس اللي عارفه الكلام. خلاص كده، يبقى ده بلين اكس راي، شيست، بوستيرو انتيرو فيو. الثلاث حاجات دول لازم يتقالوا. طيب هيجيب لي البيانات، وفي البيانات دي انا شرحتها في الكارديو بس انا هعيدهم مره تانية. عايز اكد بس على شويه حاجات. ان المفروض الحاجه اللي عندي لونها اسود، يبقى انت كده بتتكلم على هواء، حاجه بتحتوي جواها على هواء. طب الحاجه اللي لونها ابيض، يبقى دي ممكن تكون فايبرز، ممكن تكون ميه، ممكن تكون دم، تمام كده، او يكون بون، والبون الدنسيتي بتاعته بتبقى عاليه قوي، فبيبقى البياض بتاعه بياض ناصع. طيب تعالى نبص كده على الشكل اللي قدامنا كده. لو جاب لي الحته اللي في النص دي كده، ده ايه؟ ده اكيد الهارت. والهارت له حاجتين، له الرايت سايد وله ليفت سايد. لو شاور لي على الهارت عند الجزء السفلي بتاعه على الرايت سايد هنا كده، الجزء ده كده، هتقولي ده رايت اتريوم. طب لو شاور لي على الجزء ده كده، هتقولي ده الليفت فينتريكل. تقولي ليه يا دكتور قلنا هنا رايت اتريوم وقلنا على ده ليفت فينتريكل؟ هقول لك ارجع للكارديو، كان اللي بيكون الرايت بوردر اوف ذا هارت هو الرايت اتريوم، بينما الرايت فينتريكل ما كانش بيكون الرايت بوردر، وانما كان بيبقى تقريبا ريستنج على الدافرام. طب اللي كان بيكون الليفت بوردر اوف ذا هارت كان الليفت فينتريكل، فلو شاور لي على الحته دي اقول له ده الليفت فينتريكل وهو اللي كان بيكون الايبكس. طيب لو شاور لي على المنطقه السفليه البيضة اللي تحت الهارت ده، كنا بنسميها ايه؟ كان ده الدايفرام. تعالى كده افكرك بحاجه. بص كده، ده شكل الشيست اللي عندي. الهارت موجود في المنتصف، عندي هنا التو لانجز على الجانبين، الرايت لانج والليفت لانج بالشكل ده كده، وهو ريستنج على الدايفرام تحته. اهو بص كده الرايت اتريوم عامل ازاي، مكون للرايت سايد اوف ذا هارت، والليفت فينتريكل مكون للليفت سايد اوف ذا هارت والابكس. كان بيطلع القش في زقورتا وهو بيلف كده، يرجع يعمل لي بروز الحته دي كده، تلاقي حته شادو خارج كده فوق الهارت، كنا بنسمي الحته دي الاورتيك ناكل. على الجانبين بلاقي مناطق، المناطق ديت سودة، معنى كده ان دي فيها هواء، يبقى اكيد دول التو لانجز. اللي موجود على الرايت سايد دي رايت لانج، واللي موجود على الليفت سايد ديت هي الليفت لانج. الهارت والتو لانجز بينتهوا تحت بوجود الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز ده هتلاقيه له قبة على اليمين وقبة على الشمال، بسمي دي الرايت كوبيولا اوف دايفرام او الرايت هيمي دايفرام، وبسمي دي الليفت كوبيولا اوف دايفرام او الليفت هيمي دايفرام. طيب بص كده، ممكن تلاقي مجموعة انجلز. بص بقى الانجلز دي، انجلز انا ذكرت بعضها وما ذكرتش بعضها في الجزء بتاع الكارديو. لو شاور لي على الانجل اللي بتفصل ما بين الهارت، الحتة دي كده، الانجل دي كده، دي ما بين الهارت وما بين الدايفرام، وبيغطيها الضلوع من الامام. ما بين الهارت والديافرام، فغالبا ممكن نسميها كارديو فرينك، ما بين الهارت والديافرام. طب هي برضو مش بيغطيها الضلوع من الامام، فممكن اسم الانجل يسمى باسم اخر، يسموها كوستو كارديا. كوستو لان الضلوع بتغطيها من الامام وبتحصرها ما بين الهارت اللي موجود في المنطقه دي كده، فبنسميها كوستو كاردياك انجل، يبقى تسمى كارديو فرينك انجل او كوستو كاردياك انجل. طيب انا هنا في ايه؟ في الريسبيراتوري، فهيفضلوا اسم ايه؟ هيفضلوا الاسم اللي فيه الضلوع، لان الضلوع عندي في الريسبيراتوري، فنسميها كوستو كاردياك انجل، يبقى الاسم ده افضل له. طب بص كده، ممكن يشاور لي على الانجل اللي هنا دي كده، الحته دي كده، الحته دي عند نهايه اللنج وبيفصلها عنه الديافرام، يبقى ده اسمها ايه؟ وكمان الضلوع اللي موجوده في الخارج، يبقى اسم الانجل دي ايه؟ يكون اسمها كوستو فرينيك انجل. يبقى انا عندي تو كوستو انجلز، كوستو كاردياك ما بين الضلوع اللي ماشيه قدام
وما بين الهارت هنا كده، وفي انجل تانية ما بين الضلوع وما بين الديافرام عند نهاية اللنج في الجزء السفلي ده كده، نسميها كوستوفرينيك انجل. يبقى دي كوستو كاردياك ودي كوستوفرينيك. معلش ركز وفرق بين الاتنين. كوستو كاردياك دي القريبة من الهارت بين الضلوع وما بين الهارت ناحية داخليا. طب اللي خارجيا اللي ناحية اللاترال عند نهاية اللنج نسميها كوستوفرينيك لأنها ما بين الضلوع اللي ماشية لاترالي وما بين الديافرام. طيب تعالى نروح نشوف الحاجات دي وبعدين نرجع نشوف بقية الاستراكشرز. بص كده للصورة، لو شاور لي هنا طبعا ده الشادو بتاع الهارت، شاور لي على الرايت سايد الرايت اثيريوم، شاور لي على الليفت سايد يبقى ده الليفت فينتريكل. لو جه شاور لي على الحتة العالية اللي فوق دي كده، دي الاورتك نكل اهو. بص كده الاورطة طلع هنا من الليفت فينتريكل، لف 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 وهو راجع هنا اهو الحتة دي كده، هتلاقي مكان الارش بتاع الاورطة الاورتك نكل. طب انزل تحت كده شاور لي على الحته دي او الحته دي، دول الهيمي دايفرامز او الكوبيولا اوف دايفرام. على الرايت سايد يبقى دي رايت كوبيولا، على الليفت سايد يبقى دي ليفت كوبيولا او ليفت هيمي دايفرام. بعد كده يجي شاور لي على الانجلز، الانجل دي ما بين ايه؟ ما بين الهارت الدايفرام والضلوع اللي ماشيه من قدام، واحنا في الريسبيراتوري هنقول كلمه كوستو، يبقى كوستو كاردياك ما بين الضلوع وما بين الكاردياك ما بين الهارت. طب لو شاور لي على الانجل اللي ورا دي كده، دي عند نهايه اللنج ما بينها وما بين الضلوع والدايفرام، يبقى كوستو فرينيك انجل، كوستو فرينيك انجل. طب بص كده هتلاقي فيها في شادو هنا كده، الشادو الدائري ده كده والشادو الدائري ده كده، دي في ميل يا جماعه، والبريست في فات، والفات بيعمل كونتراست فيعمل لي الشادو الدائري ده كده. فلو شاور لي عليه هتقولي ان ده البريست شادو، شاور لي هنا كده او شاور لي هنا كده تقول له ان ده البريست شادو، في واحده في ميل يعني ده اكس راي جاي من في ميل. طيب بص كده لو طلع لفوق، لو شاور لي على الحاجه اللي فوق دي كده، دي ايه؟ دي الكلافيكل اهي، والضلوع ماشيه وراها هناك اهم. طب بص كده لو شاور لي على السواد اللي هنا ده كده، السواد اللي هنا كده، هتقولي والله دي الرايت لانج ودي الليفت لانج. طب هتبص كده على اللانج ما بينها وما بين الهارت، هتلاقي في حته كده منقبشه، حته لونها جريش. ايه الجريش ده؟ دي فيزلز داخله من تفرعات الفيزلز بتاعت الهارت ورايحه تغذي اللانج، كان اسمها ايه؟ كان اسمها البلمونري فيزلز. والبلمونري فيزلز لما كانت بتدخل اللنج كانت بتدخل عن طريق فتحه في اللنج كان اسمها الهايلم لو انت فاكر درستوها في النظري. فلما يشاور لي على الحته دي او الحته دي، ده شادو حاجه غامقه، معنى كده ان فيها دم فيها ميه. طيب ايه اللي يخلي دم او ميه موجود داخل اللنج وقريبه من الهارت؟ يبقى اكيد دي الفيزلز اللي داخله للنج عن طريق الهايلم، نسميها ايه؟ نسميها البلمونري فيزلز او البلمونري ارتري اللي هو داخل عن طريق الهايلم. لو انت على الرايت سايد ما تنساش كلمه رايت واللي رايت هايلم او رايت بلمونري ارتري، ولو انت على الليفت سايد ما تنساش تقول لي ليفت هايلم اند ليفت بلمونري ارتري. طيب تعالى بقى نشوف حاجه ثانيه. ماشي بص بص انت ماشي كده الشادو ده تمام تمام، ده الهارت دول اللانجز لانجز، تطلع لفوق كده تلاقي في عندي شادو لونه غامق لونه مايل للاسود، معنى كده ان في هواء. هو ايه الهواء اللي ممكن يكون موجود ما بين التو لانجز وفوق الهارت؟ تعالى كده نبص عليه، الهواء ده كده هواء ايه ده؟ مش ده هواء التركيه؟ التركيه اللي هتدخل تتفرع الى برونكاي تدخل التو لانجز. يبقى لو شو لقيت هواء هنا يبقى ده التركيه، ولو لقيت التركيه جت في الاخر الهواء بتاعها بدا لونه يتحول من اللون الاسود للون الابيض، يبقى معنى كده عندي حاجه لها دينستي عاليه. اكبر واحده من الكارتلج في التركيه كان اسمها الكارينا، هي اللي موجوده تحت دي كده، يبقى هتقولي ان المنطقه السفليه ديت تحت التركيه موجوده عندي الكارينا، وغالبا بتكون يعني في مستوى الليفل بتاع الاورتك ارش والاورتك نكل. بص كده يبقى اهي لو شاور لي على الحاجات البيضه دي كده هنقول دي التركيه. طب لو نزل تحت كده في مستوى الاورتك ناكل وقال لي شاور لي على الحته دي كده، بص التركيه ماشيه 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 وبعدين اختفت بقى لونها ابيض، شاور لي على المنطقه ديت يبقى دي الكارينا. وطبعا يعني مستبعد ان يجيب لك الكارينا، لكن ممكن تيجي التركيه لانها باينه اهي خط اسود موجود ما بين التو لانكس. طب بص كده بص على الخط الاسود تلاقي في حتت بيضه كده، دوائر بيضه دوائر بيضه دوائر بيضه. ايه الدوائر البيضه دي كده؟ بص كده المفروض ان فوق ورا التركيه في الفقرات صح، الفقرات الظهريه. لما تيجي تبص على الفقره من الجنب بتلاقي البادي اهو ورا السباينس بروسيس او السباين بتاع الفقره. طب لو هبص على الفقره من الامام وهصورها بالدينستي، الفقره هتبقى بشكل مستعرض بالشكل ده كده طبيعي. طب بالنسبه للسباين، السباين كل الاشعه لما بتخترق كل ده كل دي مناطق فيها كالسيوم كل دي مناطق فيها كالسيوم، فبيظهر السباين كانه نقطه او دايره، والدايره دي بتبقى غامقه لان الاشعه لما عدت طول المسافه دي كلها كل المسافه دي فيها كالسيوم حجبت الاشعه فخلت البياض بتاع النقطه ديت اكبر، فيظهر لك الفقره بالشكل ده كده لون ابيض وفيها نقطه بيضاء واسعه قوي كبيره قوي تظهر لي ورا الشادو بتاع التركيه.
يبقى لو شاور لي على النقطة البيضة اللي ورا الشادو بتاع التراكية دي كده أو دي كده أو دي كده، هقول له دي السباينس بروسيس بتاعت واحدة من الفيرتبري. تعالى بقى نمسك كده كل حاجة. لو جاب لي الصورة دي وقال لي الصورة دي إيه، هتقولي بلين إكس راي على الشيست بوستيرو أنتيرو فيو، خدت عليها الدرجة الأولى. يجيب لي أي بيان من البيانات، شاور لي هنا أقول له ده رايت اتريم، شاور لي هنا أقول له ليفت فنتريكل، شاور لي تحت هنا كده هقول له ده ليفت هيميدايفرام رايت هيميدايفرام، شاور لي هنا أقول له دي ليفت لانج دي رايت لانج. تعالى امسك الأنجلز عند الهارت داخليا كده ما بينه وما بين الضلوع اللي ماشيه فيه من قدام في الحته دي كده، اقول له دي كوستو كاردياك انجل ودي برضه كوستو كاردياك انجل. طب لو شاور لي عند اللاترال سايد بتاع او عند اللور بارت بتاع اللنج في المنطقه دي كده ما بين الديافرام وما بين الضلوع اللي ماشيه لقدام، الضلوع اللي ماشيه لقدام دي كده هنقول له الحته دي اسمها كوستو فرينك انجل وكوستو فرينك انجل. شاور لي على الشادو ده كده والشادو ده كده، يبقى ده البريست شادو. يطلع لفوق كده الاورطه وهو بينحني يعمل لي اورتك نوب او اورتك ناكل. طيب بص كده الاورطه بعد ما خرج هبص الاقي فيه كده عند مدخل اللنج في المنطقه دي كده قريبه من الهارت في شادو، الشادو ده بتاع ايه؟ ده بتاع الهايلم، مكان دخول الفيزلز لللنج، والفيزلز بتحتوي على دم فتخلي جزء من اللنج لونه غامق، نسميها ايه دي؟ نسميها ليفت هايلم اوف بالمونري ارتري او عند بالمونري ارتري، وده رايت هايلم اند بالمونري ارتري. اطلع فوق هتلاقي عندي ده كده الكلافيكل، الحاجات البيضه دي دي الضلوع. تعالي شاور لي على الخط الاسود اللي موجود في المنتصف هنا، ده اسمه ايه؟ دي التراكيه. التراكيه بتعمل كونتراست مع الفقرات اللي موجوده وراها خاصه الترانسفيرس بروسيس، تلاقي الترانسفيرس بروسيس تظهر بلون ابيض بالشكل ده كده، يبقى دي اسمها الترانسفيرس بروسيس او السباينس بروسيس. اخر حاجه واقل اهميه انها تيجي ان تلاقي التراكيه ماشيه سودا 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 سودا، وبعدين اختفت التراكيه وتحولت الى لون ابيض عند اللور بارت بتاعها قريبه من الاورتيك ناكل. في الحاله دي بسمي دي الكارينا اللي هي اللاست كارتيليجنس رينج. طيب تعالى نشوف حاجه تانية. انا ممكن اصور الشيست ده بطريقه اخرى. اصور الشيست انا الشيست ده بيتصور ازاي؟ ان الاشعه بتيجي من ورا تمشي لحد ما تصل للامام وتاخد لي كل الاستراكشرز متطبقه على بعضها. يعني انا مش عارف مثلا الفيزلز دي هل ديت قريبه من السطح الامامي لللنج ولا بعيده عن السطح الامامي لللنج وقريبه للباك. يعني حتى شوف التراكيه مضغوطه على الترانسفيرس بروسيس، فانا مش شايف الفرق بين التراكيه وما بين الفقرات اللي موجوده وراها. هو انا ممكن اصور اللنج بشكل مقطعي؟ يعني اخد اللنج كده بمقطع عرضي يظهر لي الاسترنم والرب من قدام والفقره من ورا والقلب يكون موجود في النص وتكون اللنج موجوده على الجانبين وتبقى مقطع عرضي؟ ايوه. قال لي في عندي تصوير مقطعي، تصوير مقطعي اسمه السي تي. السي تي ده اسمه ايه؟ اسمه كمبيوترايزد توموجرافي. كمبيوترايزد توموجرافي ده نوع من الاسكاننج اللي بيتعمل عن طريق الكمبيوتر، بيدخل المريض خلال جهاز، الجهاز بيبدا يصور جسم المريض في صوره مقاطع اكوردنج تو الليفل بتاع الفيرتبري. يعني تلاقي عامل لك مقطع عند الليفل بتاع تي 1، مقطع عند الليفل بتاع تي 2، عند الليفل بتاع تي 3، عند الليفل بتاع تي 4، ويظهر لك قدام الاسترنم والريبس على الجانبين والضلوع وكل حاجه تظهر لك. تعالى كده نشوف شكلها عامل ازاي. بص معايا كده اهو الصوره دي كده، ده سي تي. لو جاب لك السؤال ده وقال لك ايه الصوره دي، هتقول له ده سي تي على الشيست، لازم كلمه شيست تكون مكتوبه سي تي شيست. ظاهر فيه ايه يا جماعه؟ بص كده الفقره ورا هناك اهي، ادي الاسترنم قدام اهو، الضلوع ماشيه ما بين الفقره وما بين الاسترنم اهو، عندك ده الهارت والفيزلز اللي خارجه منه، ودي اللنج وداخل لها الفيزلز والبرونكاي بتاعتها اهي. لو جاب لك الصوره دي كده تقول له ده ايه؟ هتقول له ده سي تي على الشيست. مش لازم تقول كمبيوترايز توموجرافي، مش مشكله، كفايه الاختصار سي تي على الشيست. طب تعالى نشوف البيانات. والله لو شاور لي على اي حاجه، اولا مبدئيا كده اللنج اللي قدامي ده معموله ازاي والصوره دي متاخده فين، انا عايز اوريك حاجه. اللنج زي ما احنا عارفين هتظهر باللون الاسود لانها فيها هواء، والاستراكشرز الاخرى اللي هي سواء كانت معموله من ماسلز او معموله من كونكتيف تيشو هتظهر باللون الابيض. جميل. انا عايز اقول لك بس اللنج دي متاخده ازاي والصوره دي متاخده ازاي. جايبين اللنج، يعني ايه اللي يخلي عندي اللنج معموله كده واللنج دي معموله كده، وايه الاستراكشرز اللي داخلها دي؟ بص يا سيدي، ده الهارت في المنتصف ودول التو لنجز على الجانبين، دي الليفت لنج ودي الرايت لنج. هتقولي يا دكتور عرفت منين؟ معلش خليها دلوقتي وانا هقول لك انا عرفت منين قدام شويه. اللي ورا هنا دي الفقره، الضلوع ماشي على الجانبين هنا وهنا وبيصلوا مع بعض في الاسترنم، تمام. طب هتقول لي يا دكتور انا لقيت خارج من الهارت شويه فيزلز كده، ايه الحاجات دي يا دكتور؟ لا دي مش خارجين من الهارت يا حبيبي، دي الاير ويز اللي داخله لللنج. هتلاحظ ان جواها في فراغات، في فتحات اهي،
يعني دي البرونكاي اللي دخلت اللنج وبدأت تتفرع إلى تفرعات داخلية. فلما يشاور لي على الفتحة دي كده أو الفتحة دي أو الفتحة دي، تقول لي دي الإير واي اللي داخل اللنج، اللي هو البرونكاي والبرونكيولز والريسبيراتوري برونكيولز ولحد ما تصل الألفيولاي. ده كده إير واي، ده كده ده كده ده كده إير واي لللنج، تمام كده. طيب لو جه شاور لي على الحتت دي، دي كده دي كده دي كده، هل ده اير واي يا دكتور؟ لا، انا قلت لك ان مع الاير واي لازم تلاقي فيه فتحه دائريه. طب امال ايه الحاجات التانيه دي؟ ده لونها مميز يا دكتور، لونها يعني ابيض، معنى كده ان جواها ميه دم، لكن مش هوا زي اللنج. ايه اللي ممكن يكون جواه دم داخل اللنج؟ تكون فيزلز، الحاجات دي كلها فيزلز داخل اللنج، تفرعات للبلمونري ارتري والبلمونري فين اللي داخلوا اللنج. يبقى لو دايره وحواليها لون ابيض تبقى اير واي. طيب لو جايب لك لون ابيض بس زي كده، تقولي دي الفيزلز بتاعت اللنج. طيب بص كده بقى، انا عايزه تقولي انت عرفت ازاي يا دكتور ان دي الليفت لانج، وعرفت ازاي ان دي الرايت لانج؟ هقول لك بص، الليفت لانج فيها فيشر واحد هنا اهو، الاوبليك فيشر، لكن الرايت لانج فيها تو فيشرز، ده كده وده كده. اللي قدام ده الترانزفيرس فيشر، واللي ورا ده الاوبليك فيشر. تقولي يا دكتور هو الترانزفيرس فيشر كان قدام والاوبليك فيشر كان ورا، يعني ازاي الكلام ده يجي؟ اقول لك بص معايا للصوره اللي انا هوريها لك دلوقتي عشان تفهم الصوره دي اتاخدت ازاي. بص يا عم، الصوره دي الصوره اتاخدت فين؟ المقطع بتاع الليفت لانج قطع في المنطقه دي كده، هنا كده ماشي، في المنطقه دي في منتصف اللانج بالظبط. فبقى قدامه السوبير لوب وبقى وراه الانفير لوب، وانا باصص للانج من اللاترال سايد. السوبير لوب بقى قدامه والانفير لوب بتاع الليفت لانج بقى وراه، وبقى ما بينهم الاوبليك فيشر. تعالى بص كده، ادي الاوبليك فيشر قدامه الابر لوب وراه الانفير لوب او اللور لوب، تمام كده. طب تعالى نبص على الرايت لانج دي، الرايت لانج المقطع اتاخد في المنطقه دي. بص بص بص، انا همشي فين؟ هنا اهو كده كده. فبقى ايه عندي؟ الترانسفيرس فيشر او الهوريزونتال فيشر قدام، وبقى وراه الاوبليك فيشر. بقى ما بين الترانسفيرس فيشر والاوبليك فيشر هنا الميدل لوب، قدامهم السوبير لوب وراهم الانفير لوب، وانا واخد المقطع على طول الخط ده كده. فلما اجي ابص كده الاقي عندي قدام ايه؟ الاقي سوبير لوب او ابر لوب، بعده هوريزونتال فيشر، بعده ميدل لوب، بعده اوبليك فيشر، وراهم لور لوب. تعال نبص عليها في الصوره دي كده، ادي يا سيدي الابر لوب، وراه هنا الترانزفيرس فيشر، وراهم الميدل لوب، وراهم الاوبليك فيشر، وراهم اللور لوب. عشان لو جالك اي حاجه في الصوره دي تبقى انت مقفل كل حاجه، مفيش حاجه ناقصاك. تاني كده، ايه الحاجات اللي موجوده عندي؟ ده ايه؟ اير واي. طيب لو شاور لي على الحاجات البيضه دي، فيزلز. لو شاور لي هنا كده، بص بقى فرق انت بتتكلم على ايه. ده الابر لوب اوف ليفت لانج، وخليك مميز، ابر لوب اوف ليفت لانج. طب ده اللور لوب اوف ليفت لانج. طب ده الاوبليك فيشر اوف ليفت لانج. هنا ده الابر لوب اوف رايت لانج، ده الترانزفيرس فيشر اوف رايت لانج، ده الميدل لوب اوف رايت لانج، ده الاوبليك فيشر اوف رايت لانج، ده اللور لوب اوف رايت لانج. يبقى انت كده اجاباتك اجابات كامله. ايه فايده السي تي وايه مميزاتها عن عن الاكس راي؟ ان السي تي تقدر توريني اي حاجه، لو انا عندي كافيتي في الباك بتاع اللانج هنا اقدر اشوفه، ما يبقاش اقدر احدد موضع كل حاجه، لو في عندي اوكلوجن نكروزس في اي جزء من اللانج اقدر اعرف مكانها هي قدام ولا ورا فوق ولا تحت، بدل ما ابقى انا تايه في الاكس راي والاكس راي واخد لي كونتراست للجزء كله على بعضه وملزق لي كلهم في بعضهم، اقدر اشوف هل في عندي كسر في الفقره، هل في عندي مشكله في الفقره ولا مفيش عندي مشكله في الفقره، اقدر اشوف الضلع هل في كسر ولا مفيش فيه كسر، اشوف المسلز بتاعت الباك، اشوف كل حاجه في المقطع اللي انا عايزه، تمام كده يا شباب. تعالى نروح للاكس راي بتاعت السكال بقى، عندي اتنين اكس راي للسكال ان شاء الله يكونوا سهلين. ادي اول واحده اكس راي للسكال، لو جاب لي الشكل ده هقول له عليها ايه؟ هقول ثلاث حاجات برضه، هقول نوع الاكس راي هي بلين اكس راي، يعني ما فيش فيها صبغه. تاني حاجه على ايه؟ على السكال. ثالث حاجه اتجاهها ايه؟ انترو بوستيرور فيو. هنا بقول انترو بوستيرور عادي، مش لازم اقول بوستر انتيرور زي الشيست. يبقى بلين اكس راي على السكال انترو بوستيرور فيو. غالبا هو عايز مني في الموضوع ده ان انا اعرف البارا نيزل ساينسز. فتعالى كده نبص على الصوره دي، وعايز اوريك صوره ثانيه معايا. بص كده للصوره دي، البارا نيزل ساينسز عامله ازاي؟ ادا الاوربت وادا الاوربت، تعرفهم بالدايرتين اللي موجودين في الاكس راي. فوق الاوربت وميديال لهم بيكون موجود عندي هنا الفرنتال ساينس. طيب بص كده، تحت الاوربتس وفوق الاسنان بيكون عندي المجزيلاري ساينس. ما بين الاثنين وحوالين النوز، حوالين النوز وعند الروف بتاعها من فوق كده، هيبقى عندي الاثمويدال ساينس، بما اني ببص بص من الامام. يبقى تاني كده، بيبقى عندي الاوربت هنا والاوربت هنا، وهتلاقي عندي النوز نزل سبتم في النص
وهتلاقي عندك اللاترال وول وطالع منه الكونكس بتاعته، مفيش مشكلة خالص. فوقهم هيبقى عندي الفرنتال. طيب عند الابر بارت بتاع النوز وما بين العينين اثمويدال ساينس. طيب عند اللور بارت بتاع النوز وفوق الاسنان ماكسيلاري ساينس. تعالى كده نبص للصورة. بص كده الدايرة دي والدايرة دي، تعرف بهم انت فين في الرسمة. ده الاوربت كافيتي وده الاوربت كافيتي على الرايت سايد والليفت سايد. طيب بص كده لو جيت شاورت لك تحت هنا كده، دي منطقة النوز، النيزل سيبتم في النص اهو، واللاترال وول ده وده لاترال وول تاني. طب بص كده ساب لك اللاترال وول ومشاور لك على حاجة مرتفعة خارجة من اللاترال وول، دي كده دي كده. هتقول لي دي النيزل كونكا، كان عندي ثلاثة كونكا سوبيرير وميدل وانفيرير كونكا، يبقى ده نيزل سيبتم وده اللاترال وول طالع منه النيزل كونكا، أداة واحدة وأداة واحدة من النيزل كونكا. أهم من ده كله واللي هو عايزه بقى هنا، عايزك البارا نيزل ساينس. بص كده ما بين التو اوربتس وفوق دول كده، يبقى دول فرونتال اير ساينس. طب بص كده دي النوز صح، عند الابر بارت بتاع النوز وما بين التو ايز ده كده، يبقى ده اثمويدال اير ساينس. طب تحت الاي وعند اللور بارت بتاع النوز وفوق الاسنان مباشره، يبقى ده ماكسيلاري اير ساينس. يبقى بص كده شوف لي الدوايه، انا عندي دايرتين كاملين بالشكل ده كده، يبقى ده الاوربت. فوقهم بينهم وفوقهم فرونتال. طب بينهم وعند الابر بارت بتاع النوز اثمويدال، خلصت الاي ونزلت تحت الاي ظهر عندي كافيتي اهو وكافيتي تاني اهو، يبقى ده ماكسيلاري ساينس، وهتلاقيهم عند اللور بارت بتاع النوز وممتدين تحتها كمان فوق الاسنان مباشره. طب بص كده لما انزل على تحت ده، ايه اللي تحت ده كده يا جماعه؟ ده المانديبول شايل الاسنان السفليه. لو شورت لك عند المنطقه الجانبيه دي كده والمنطقه الجانبيه دي في المانديبول، تقولي دي الانجل اوف ذا مانديبول. تاني كده الاكس راي دي نوعها ايه؟ بلين اكس راي انتروبوستيريور فيو اوف ذا سكال، او برين اكس راي سكال انتروبوستيريور فيو، مفيش مشكله. طب تعالى نبص على نفس الصوره دي بس من منظر جانبي، ناخد اكس راي للسكال من منظر جانبي. اهي بص كده القلقاسه بتاعتك اهيت، وادا الفقرات، ادا المانديبول، ادا المجزلة. شايف الدايره دي كده؟ دايره، يبقى دي ايه؟ دي الاوربت. يبقى اطلع فوقها هتلاقي عندك فرونتال، قدامها هتلاقي عندك نوز. تعالى نمسكهم واحد واحد واقول لك كل حاجه مكانها موجود فين. بص كده للصوره، ادا المنظر الجانبي بتاعك، ده الاي والاوربت صح، تحتها هتلاقي النوز، فوقها هتلاقي الفرنتال ساينس، وراها بقى بص انت ورا الاي مباشره وفوق يبقى انت اثمويدال، ورا الاي بس تحت يبقى ده ماكسيلاري، وهتلاقيه غالبا فوق الاسنان. طب رجعت ورا خالص وبقيت فوق الفقرات بحاجه بسيطه، يبقى انت سفينويدال اير ساينس. انا عندي اربعه اير ساينسز، كان بيظهر منهم ثلاثه في الفرنتال فيو، لكن يظهروا الاربعه من اللاترال سايد، الفرنتال، ماكسيلاري ورا النوز فوق الاسنان، اثمويدال ورا الاي مباشره، سفينويدال ورا الاثمويدال وفوق الفقرات قريبا منها. تعالى كده نبص على الشكل ده كده اهو. بص كده للصوره، لو جاب لي الدايره دي كده هقول له ده الاوربت، فوق الاوربت الفتحه دي كده ده فرونتال ساينس، ورا الاوربت مباشره اهو الحته دي كده اثمويدال اير ساينس، ورا الاوربت وفوق الفقرات هنا كده ده كده سفينويدال اير ساينس. طب لو جايب لي الحاجه الواسعه اللي فوق الاسنان، هتلاقي الاسنان موجوده في الفلور بتاعها تحت اهو، يبقى ده الماكسيلاري اير ساينس. طيب ساب لي الاسنان دي وقام مشاور لي على الجزء السفلي ده كده اللي شايل الاسنان السفليه، يبقى ده المانديبول. طب بص هو حب ان هو يغتت وراح جاي مشاور لك على حاجه تانية فيها كافيتيز داخل السكال. كان في عندي عظمه هنا كده في المنطقه دي كده عند البون اسمها الماستويد بون. الماستويد بون برضو عظمه كبيره فبتخرم بحاجات فبنسميها ماستويد اير سيلز. شاور لك عليها كده، هبص تلاقي العظمه مش كامله، تحس فيها فراغات كده، فراغات فراغات فراغات، حاجات سودة 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 صغيره صغيره، اسمها ماستويد اير سيلز. تعالى نرجع كده للصوره تاني. لو جاب لي الصوره دي، ده الاوربت فوق فرونتال، ورا الاوربت مباشره اثمويدال، ووراهم الحته الواسعه دي الاسفينويدال باينه قوي. بص كده اوربت فرونتال اثمويدال سفينويدال، وهتلاقي وراه مباشره الفقرات. طيب بص كده ده كده الماكسيلاري اير ساينس فوق الاسنان مباشره. ارجع لي ورا شويه كده هتلاقي في عندك فتحات وحاجات مخرمه، يبقى اكيد دي الماستويد اير سيلز. نرجع تاني كده بعرفهم بالاوربت، فوق الاوربت فرونتال، تحت الاوربت وتحته تماما تقريبا ماكسيلاري، ورا الاوربت في عندي اتنين وراه مباشره يبقى انت اثمويدال، وراهم خالص وفوق الفقرات يبقى انت سفينويدال، ورا خالص في المنطقه دي كده يبقى ماستويد اير سيلز، واللي تحت ده المانديبول. كده يبقى احنا خلصنا جزء الاكس راي، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.